اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على القوم الكافرين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اخذل الصهاينة واليهوديين، اللهم دمر دباباتهم، اللهم أسقط طائراتهم، اللهم أغرق سفنهم، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم أنزل عليهم غضبك وسقمك يا قوي يا جبار يا ذي القوة المتين، اللهم أعصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. يا ربي خدايا لماني قبول بكي، يا ربي خدايا لك مكر يكان ما ببوري، يا ربي خدايا بأمتي أو بيغمر حسام ما بكي، خدايا بشفاعتي أو بيغمر ما بيخي للروجي دوائي، يا ربي خدايا رحم بمردو كان ما بكي، هدايتي زندو كان ما بدي، شفاينا خوشا كان ما بدي، أو مولود لهم لا يكما قبول بكي يا الله. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.